اليوم هذه معك فاطمه زهره من لا بلاتفورم ايماك. مرحبا. نسولو كلكو كيسيون. اييه اييه. شنو العلاقه ديالك بعدا مع ياسين المفضل؟ صراحه ياسين المفضل صديقي، كنا كنسجلوا مع الاغاني من ديما، وصراحه شي حاجه زوينه بزاف انك تشوف صاحبك كينجح قدامك، وكان عنده واحد ديما هو عنده واحد الشغف ديال الموسيقى وديما باغي يحل معاه ديال الموسيقى، واخيرا هادشي شفناه وحضرنا ليه وفرحان ليه بزاف صراحه انه دار داكشي اللي باغي، وان شاء الله غيطور داكشي اللي باغي. ان شاء الله شوف ان شاء الله غيكونوا بزاف ديال الحوايج، وافي كان كون بليزير اني نخدم مع ياسين بنفضل فنان كبير. داكوغ ابخي سديم. اييه. شي كومبيتيسيون جديده، شي بروجي جديد؟ نو ابخي سديم كاينه غير سديم، يعني ماشي حقاش الا عودتي حاجه ما غتكون زوينه، الحاجه الزوينه هي باش كدير مره واحده. داكوغ شكرا. الله يحفظك ربي يخليك. مرحبا سول اهو. اللي غيضربني اما والله انت غيضربني، والله انت غيضربني بالله. يا سيدي خلص سي رضا، سمعت بانه غادي تكون انت من اول اللي غادي يديروا لانسكريبسيون هنايا عند السياسي، هذا هو السكوب اللي جاني اليوم. لا شوف والله الا ما دخلت قبيله، دابا كنهضر معك بلا كاميرا، والله الا ما دخلت قبيله بات لي البيانو جيتار، قلت الله يتقسني نجي نتعلم من ديما، خاصني من ديما كان عندي ذاك الحلم ديال انني نتعلم الجيتار ولا نتعلم شي حاجه ديال الموسيقى، شي حاجه زوينه بزاف انك تكون كتعرف دير الموسيقى، يعني افي كان كرون بليزير غني ويعلمني ياسين المفضل شي حاجه اللي واعره بزاف، وان شاء الله غادي نجي نتعلم هنا ان شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي. المهم ياسين قال لي راه عاطيك 3 سنين ابونمون فور. دابا نتعلم دابا انت ياسين دابا نتعلمو. المهم ياسين هادشي كاين ولا ما كاينش؟ الا كاين قولوا لي، حقاش 3 سنين راه بزاف، فهمتي 3 سنين راه وين نتحداك. قول لنا واحد كلمة أخيرة. مرحبا. الدور الموسيقى في تهذيب الشباب. شوف الموسيقى عندها دور كبير في الحياة ديالنا، الموسيقى هي 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 روح، فهمتي يعني كتعطيك واحد الفيلينغز اللي واعر اللي ما غاديش يحس به جو بونس شي واحد الا ولا كان متعمق في الموسيقى، وانا عندي صحابي يعني كيديروا الموسيقى يعني عندي بزاف الناس اللي قرابين كيديروا الموسيقى، فعارف قيمه الموسيقى صراحه، وكنتمنى انني نولي نعرف لها اكثر ونولي نفهمها. ميساج للشباب اللي يدخلوا في هذا المجال، الله يسهل حتى انا باقي ما دخلتش عليه، الله يسهل علينا يا ربي ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله ندخلوا في هذا المجال ويسهل علينا صراحه. شوف الموسيقى كنبغيها بزاف، وكنتمنى شي نهار انني نولي نعرف ندير البيانو ولا الجيتار ولا شي حاجه. ميساج للدراري اللي دابا اللي كنشوفوا انه كلشي باغي يولي مشهور، كلشي باغي يغني، ولكن خاصو ديما واحد الدفعه، وهاد الدفعه الا كان جا من المجال ديال الغنى كتكون زوينه. شنو الميساج ديالك للشباب؟ شوف انا الان بواحد الحاله ديال الاشتغال، يعني اشتغل بجد غتوصل لاي حاجه بغيتيها، يعني بعيدا عن الموسيقى ولا بعيدا عن اي حاجه، اي حاجه حطيتي لها كان عندك طموح ديال واحد الحاجه غتوصل ليها، الا اشتغلتي عليها بزاف ودرتيها بين عينك وما كانت حتى شي حاجه عائق بالنسبه لك انك توصل ليها، فكون اكيد غتوصل لها وحتى شي حاجه ما تحبسك. شكرا بزاف. ميساج لوزاره الثقافه انه بغينا نشوفوا بحال هذه الاماكن في جميع المدن المغربيه. هذا هو الصراحه كنحلموا بهذا الشيء ديال ان مثلا نكونوا في كل بلاصه نشوفوا شي معاد بحال هكا، وان الشباب ديال اليوم يكونوا كيدخلوا لشي حاجه بحال هكا ويطوروا راسهم شي حاجه واعره بزاف، ونكونوا ديك الساعه مفتخرين بهذه الحاجه. شكرا. الله يحفظك. سير الله يحفظك. ديري انترفيو واعره.